راكم تشوفوا فيها اليوم الحمد لله لا طريق لا ماء من 62 ل 2017 ما شبعناش. عملوا اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا هذه الشبيبه هذه كيفاش راح تكون روح وطنيه في هذه الاولاد هذو، كيفاش هذه البلاد اللي مات عليها ملايين من الرجال سواء تغلاوا اليوم. شوفوا شوفوا النتيجه وين راكم تشوفوا فيها. وحنا عندنا رجال الله يبارك ملايين من الرجال اليوم السلطه راهي واقفه على البلاد وهذه البلاد سيطر لها هذه الحاله هذه. الحمد لله اليوم كي جيتونا وتشوفوا بعينيكم لا ما لا طريق لا مواصلات لا ما 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 فهمنا احنا والو. تروح شيخ البلديه ما كانش على العام ما نعرفوش، شاف دايره هذا ما نعرفوش احنا خلاص. الوالي نشكروه على كل حال راهو غايب ما نروحوش ليه، لان ما دام ممنوع علينا باش نروحوا هنا اللي هي ما بقاش. احنا اليوم واش نطلبوا؟ نطلبوا في الطريق، نطلبوا في الماء. وكاينين بعض من الناس هنايا كاع تاع ديار راه ما عندهمش تريسيتي باش يكون على بالكم. وثانيه راك تشوف الاولاد هذو كل قدام كيلومتر منا يجبدوا على على رجليهم المدرسه قريب 3 كيلو يروح بثلاثه ويرجع بثلاثه، لا ترونسبور لا حاجه اخرى. ترى هذاك لامجي لامجي راهم داروه باش يديروها فيه طبيب ولا حاجه يضربوا البرا سكنوا فيه انسان. لامجي سكنوا فيه انسان واحد محتاجين لامجي لهنايا. ماذا بكم ماذا بكم واش نطلبوا من الحكومه دير لنا فراج هنا في الدوار هذا تاع ولاد بلاقل كتف الحاسي. احنا رانا جيتونا باش نشكيو لكم على امور تخصنا. راه عندنا حوايج بزاف يخصونا المدرسه نتاع الاولاد. راك تشوف الاولاد هذو كل يروحوا 4 كيلو ويجوا ب 4 كيلو، النقل المدرسي ما كانش، الطريق ما كانش، الماء الناس راهي تعاني من الماء. كاين جا الترميم تاع الكهرباء هذه كانوا استفادوا منه ناس وناس ما استفادوش. تروح للشيخ البلديه ما يستقبلكش، تروح لشاف دايره ماهوش ثما يقول لك ماهوش هنا، الوالي ما كانش ما يسمعش بينا. الماء سد بني هارون هاي فايته هنا في الدوار ما استفدناش منها، فلاح ما استفادش منها. ما عندنا كل شيء راه يخص فيها الدوار هذا. حنا عندنا المنطقه راهي عندها بزاف وهي مثلا في امكانيات مساعدات طرق مياه ما كان والو نهائيا. والحمد لله اليوم كي جيتو نطرحوا عليكم واش يخصنا. اولا الطريق راكم جيتو شتوها، ثانيا الماء لهنا هاي الشاحنه تاع الماء راه تجي في 100000 ويجي حشمه ما يقدرش باش يجي مع الطريق كيما هذه. المواطن يظل خدام يجي العشيه باش يعمر سيتينا ب 300000 هو يدي 100000 كيف راه يعيش الانسان هذا. ثاني طلب مدرسه راكم تشوفوا الاولاد الصغار هذو يمشي 4 كيلومتر يمشي منا الصباح الشيء اللي حفظه ما يجي يلحق المدرسه ينساه ينساه. لماذا ينساه؟ لانه ضرب 4 كيلومتر مشي وخاف من هذه وهارب من هذه وممكن طوموبيل وممكن يخاف من طوموبيل تهزه. ثالث حاجه واحد مثلا يطيح له حاجه سهله خلاص مصرانه زايده باش يوصل الفيلاج 10 كيلومتر. بناء الريفي وليش ابريد وليش امان وليش التريسيتي وادي وسين وادي وسين بكري كيناس باقي قيم ضر الطريق قيمه الدقيمة اللي هلاس ها شنينا الساعة نتلاس سوق فلاح شنو نعمر قوار نولا كينا ابريد وليش كينا خاص تقدرار وادي كيني خصي يخصي وليش الاولاد باش نلقاه باش نروح للقران 6 كيلو 7 كيلو حسب حي 6 كيلو 7 شويه الكرطاب اللي 20 كيلو ظهر لنا يا يا وفين مكشا وفين مكشا عند الجسد يا ما ثم الخدمه ثم نمشي نطبق الزبر نقول وين غاس نقول غاس تي زنز وين غاس يخسر تي زنز نروح نحكموا كرا زقاق هذا ناوي هباك تنجغي ثم حصار الاقتصاد فات عوزم جدود نغموت ذا لول ذا وموت ذا وذي ثورين نشغري يوم بعد يموت ذا هما طرودي الصديق يموت ذا يموت قرجود الحاسي وهي ما قرين صا قرجود الحاسي. المهم سقا ما دني كيلو مشي نتعانى ذا جدود نغ عنان عنان ومن بعد خلقا ديال الوالدين النغ عنان عنان ابريد وليش امان وليش تريسيتي وليش ولا نعاد العباد رقل نسيان نلا ذايا نلا ذا جواه بالك واحد 100 دار نغ 150 دار ذايا. ايه هاي حتى يا ثيا تقرم خلط غرستي زيام تقيم وليش وليش ماني هاد تقرم انا انت نجعنا انت في لاج وانت جانش الوالدين نسند حتى يا تقرا خلط غرستي زيام ها تقيم الحمان فيهم كل شيء فيهم يا ولدي ما كان حتى معيشه وعشنا هنا
عشنا في بلاصه هذه دي احنا الطور ولدنا هنا زوجنا ولاتنا هنا درنا كل شيء هنا. احنا ساكنين في الديس واحنا في الميزيريه واحنا في الدمار، الطاكسي تروح ب 100 وتجي ب 100، علاه يعني المنكر هذا؟ وحوانا يا طيحت صحتي ونخبي في الجماعه، درت لها الكازمه في الدار نخبيهم، وواحد ضربوه بالرصاص انا اللي داويته وطلع للجبل. ولاد بالعقل راهي مهمشه من الاستقلال، لا ماء لا طريق لا 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 لامجي لا 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 والو. وعندنا الاخر التيو نتاع بني هارون فايت علينا، ما كانش 1000 متر، ونتاع الغاز فايت علينا، وحنا الماء ضايعين به، ما كان والو مهمش لحد الساعه. حنا راهو اسم الدوله الدعم فينا والدعم ما لحقناش، الوزاره تهضر والرئيس يهضر والتطبيق هنا ما كانش. الفلاحه يقول لك يخدموا الفلاحه ويخرجوا الفلاحه، رانا في الفلاحه والابار ما عندناش. تروح الوالي يقول لك ممنوع تدير فوراج، والقانون يقول لك بين الفوراج تاع الدوله وتاع الفلاح يكون كيلومتر، بس حنا رانا عندنا 5 كيلومتر على تاع الدوله، او قادرين نغرسوا الزجر قادرين نفلحوا، بس حنا في كل شيء عكسونا منا من الاداره نتاعنا احنا. هاو سد بني هارون بعيد علينا ب 800 متر 1000 متر باش يعطيونا التيو، راحوا الفلاحين هاك تشوف ماتريال تاع فلاحه، هاو رشا على رشا لانه ما يخدمش، يخدم وما كانش الماء كيف يخدم؟ يقعد يرشى ماتريال بمليار ولا بقداه. سد بني هارون راك تشوف فيه، تروح للسلطات المعنيه بالمياه لتوزيع المياه واش يقول لك؟ يقول لك اخويا انا والله دوماج، يقول لك انا ما يقدرش الماء يطلع في العقبه. انت كيف خدمت مشروع بالاف المليارات ما كانش الماء يطلع العقبه؟ ولمن درتوا مالا؟ رحنا الوالي ما عرفش يستقبلنا، خلاص قدام خطره نديروا في البراوات ما كان والو، با يرجعونا البراوات ما كانش، رحنا لشاف دايره ما كان والو، درنا له البراوات ما كانش، رحنا للشيخ البلديه ما حبش يستقبلنا، خلاص كل نهار يقول لك ما كانش هنا، او راح ساعه ويخرج ويولي، نستناو 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 اللي يوضر خدمته يوضر، وهذه هي ما لقينا، عانينا عانينا عانينا، كرهنا من البلاصه هذه والثوره كل ثارت هنا. احنا واش نطالبوا؟ نطالبوا هذه السلطات هذه اللي يقولوا احنا نخدموا ونديروا. السيد الرئيس المحترم عندها دروكا تقريبا 15 سنه ملي قال انا نفك العزله على الدواوير، وين يفك العزله؟ ما كانش، كيما شفتوا ما فك العزله؟ ما فك العزله ما كان، لا فك العزله لا ما وين يفك العزله؟ مدرسه هنا في دوار مثلا تاع 150 عبد قد راه تسقام 50 مليون ما كانش، حنا نخدموا كل ما صوات ما كانش 50 مليون، علاه ما يديرولناش مدرسه؟ فراش قد يسقام؟ ثاني شي نغتشرين خلاص، ما همش محوسين علينا خلاص. حاولنا نقل انشغالات سكان دوار ولاد بلاقل الى رئيس بلديه عين مليله الى اننا لم نتمكن من ذلك لغياب السلطات المحليه من امام مقر بلديه عين مليله بولايه ام البواقي. كان معكم عبود زروقي لقناه شروق الاخباريه.